استقبله عن بازل وعن المقاولين العرب وعن ماشي ولا قاعد، بس نعرف منه برضه شخصيه. مساء الخير يا نني. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. اسمك بيتردد بقاله فتره بقوه، اهلي زمالك بره اوروبا، واضح ان انت من الاول مركز انك تطلع بره. ربنا يكون، والله الواحد بيتمنى ان هو يحترف بره. طبعا برضه الكوره في مصر برضه لسه مش عارفين ملامحها وكده، فربنا يكرم ان شاء الله بازل ده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويخلص مع بازل ان شاء الله يعني. ان شاء الله. قول لنا بقى التفاصيل، انا عارف ان انت طالع فتره معايشه الفتره الجايه وهتقعد هناك حوالي 10 ايام، وكان في احاديث برضو ان المقاولين ما عندوش مانع ان هو يبيعك او اعاره او التفاصيل ايه؟ والله انا اتفقت يعني النادي عندنا اتكلم معانا وكده، قال لك اي لعيب يجي له اعاره ان شاء الله يعني جوه مصر مثلا هنمشيه كده عشان خاطر يعني انت شايف الدوري ما لوش ملامح ليه وكده. فالنادي الاهلي يتكلم يعني انا بسمع من كلام جرايد وكده، اللي هو داخل في مفاوضات معايا وكده اعاره الكلام ده. فبعد كده محمد صلاح كان مكلمني يعني من زمان من فتره شويه كده، كان مكلمني بس يعني كان بيتكلموا على طول بيسالوه عليا يعني كده. فكان دايما بيقول لي يعني كان المدرب بتاعه كان بيقول له مثلا مني عامل ايه بتاعه، يقول له لا كويس وبتاع. كان بيتكلم بتاع محمد صلاح يعني انا هو يعني صحاب وزي الاخوات يعني بصراحه. بس فبعد كده بعد من قيمه الشهر كده بالظبط كلمني قال لي هيبعتوا لك معايشه، في معايشه فتره معايشه بتاع في اسبانيا، خد معايشه 10 ايام اسبوع كده واشوف فيها هو يعني، وان شاء الله خير ان شاء الله يعني. يعني نني ربنا طبعا يوفقك، خطوه الحقيقه كويسه جدا وبنتمنى لك التوفيق فيها. ولكن سمعنا ان كان في اخبار عن النادي الاهلي، هل دي اشاعه؟ هل في حد فتح معاك فعلا الكلام في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي والله ما فيش حد كلمني شخصيا بصراحه، ما فيش حد كلمني شخصيا، هو كل الكلام بصراحه بسمعه في الاعلام والجرايد وكده يعني. في ناس كتير بتكلمني تقول انت رحت الاهلي وبتاع، اقول لهم والله ما فيش حد كلمني لسه يعني. بس هو ممكن يكون كلمه الاداره بس بصراحه مش عارف يعني بصراحه. بس كلام سمعنا ان كابتن حسام البدري بعد اصابه نجم الاهلي حسام غالي بيفاضل بينك وبين صالح جمعه، هل الكلام ده انت سمعت عنه اخبار؟ هل حد فتحك في القصه؟ والله انا سمعت برضه الكابتن كان محمد شحاته كان بيتكلم برضه من 3 أو 4 أيام كده، كان بيقول سمعت الكلام ده برضه. بس والله ما كابتن حسام ما كلمنيش والله شخصيا، ما اعرفش بصراحه. ممكن لما يرجعوا مثلا من اليابان مثلا يبقى في فاولات جديه ممكن يعني. كابتن محمد، لو جالك العرضين مع بعض الاهلي وبازل السويسري تختار ايه؟ حتى لو الامور الماديه متساويه. والله انا كنت شايف والله الموضوع صعب جدا، بس يعني انا بصراحه يعني والدتي الله يرحمها نفسها تلعب في الاهلي طبعا، ووالدي طبعا نفسه يلعب في الاهلي وكده. وبصراحه يعني لما مشيت من النادي الاهلي كان برضه كان في تحدي كبير قوي بالنسبه لي لما مشيت من النادي وكده، فقلت لازم ان شاء الله ارجع النادي الاهلي تاني واحاول ميت ابويا وامي يعني وكده. هيبقى بصراحه هتبقى الموضوع صعب جدا، وطبعا يعني امنيه حد الواحد يحترف بره وكده، انت عارف بره برضه الحياه مختلفه والمستقبل يعني مختلف برضه كمان. وتبقى يعني بصراحه صعبه جدا طبعا. بس بصراحه الواحد امنيه حياته انه يحترف بره طبعا ويخد تكتيك الاحتراف دي بره يعني. الحقيقه واحنا يعني بنتمنى لك. اتفضل اتفضل حمد. لا والله بقول لك يعني بقول لحضرتك هتبقى صعبه جدا يعني اختيار طبعا. النادي الاهلي طبعا انديه كبيره جدا طبعا، والواحد امنيه حياته يلعب في النادي الاهلي برضه طبعا. يعني لو حطينا الاهلي بازل مع 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 رضا باباك ومامتك يعني الدنيا هتمشي. يعني بس طبعا والدي طبعا حابب مصلحه وحابب برضه طبعا، ووالدتي الله يرحمها كانت موجوده برضه، كنت برضه اتمنى ان الواحد يحترف طبعا بره. وانت عارف برضه يعني الواحد لما يلعب بره الشامبيونز ليج والبوندس ليجا والكلام ده بتبقى مختلفه برضه طبعا. واكيد يا كابتن محمد اكيد الله يرحمه ما كانش تعرف الظروف اللي احنا هنبقى فيها دلوقتي. برضه زمان يعني الدوري برضه يعني يعني الواحد بيتمنى طبعا الدوري يرجع طبعا ترتيب برضه، عشان بينا تمشي يعني ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله بنتمنى لك كل التوفيق يا نني ان شاء الله باذن الله، ومن اللعيبه المتميزين، ونتمنى لك التوفيق مع المنتخب هيكون موجود ان شاء الله برضو في لقاء قطر الجاي ده، وكل التوفيق ان شاء الله سواء في بازل سواء في الاهلي سواء في اي مرحله او في اي خطوه ان شاء الله باذن الله يروحها. برضو هرجع لكم، انا كنت بتكلم دلوقتي عن اخبار نادي الزمالك ونبيه غير واثق من عوده الدوري. اسامه نبيه بيقول انا ما عدتش مصدق حد خلاص، ولا مصدق الدوري يوم 30 ولا مصدق حاجه، انا مش هصدق الدوري.